الدخول إلى الأقصر، والآن في الطريق إلى الفندق، وهذا طريق بجنب النيل هنا، طريق جميل زراعي حلو. وصلنا إلى فندقنا في الأقصر، هذا شو اسمه طويل بالإنجليزي، بافلون وينتر، من كاد إن عليه تقييمات حلوة. وأجمل ما فيه الحديقة إن شاء الله عاد بعد ما نريح نعطيكم تفاصيل عن هذا الفندق. أخذنا في الفندق هنا غرفة الكينج عنده مريم يعني الظاهر، هذه حق الشيوخ الكبار. أهم شيء قلنا بتكون إطلالتها على الحديقة حقتهم هنا، ما شاء الله تبارك الله. جولة العصر في حديقة الفندق، والله انها حديقة جميلة ما شاء الله عليها، مرتبة ومتعوبين عليها. يقولون اذا تبي جلسات ولا شيء موجودة عندهم في اي مكان في الحديقة تريدها تجي. وهذه الاقصر حدائقها في فنادقها تمتاز عن يعني اسوان، كنا في النيل ومن النيل، وهذا النيل هنا بجنبنا ما في 25 متر. الفندق والحديقة والمسبح هناك صراحة جميل جدا جدا، وهذه إطلالات الغرف في الفندق. أخ محمد، الفندق وش يعني؟ حضرتك ده فندق سوفاتيل وانتر بالاس، ده فندق عريق طبعا، ده كان يسكن فيه الملك فاروق قديما طبعا، ما شاء الله، كان هو اللي هو العائله بتاعته، وحضرتك بسلامته وزاره السياحه، وفندق طبعا وبتمسكه كاداره شركه سوفاتيل، ويمثل على مستوى العالم، على مستوى العالم حضرتك ده هو يعتبر على مستوى العالم، مستوى شركه اكور عالميا على الرقم 3. كم عندها فندق الشركه؟ 4000 حتى 4300، وهذه يمثل الثالث، يعتبر الثالث على مستوى العالم. وعلى افريقيا؟ على افريقيا الاول، الاول السنه دي خدنا الاول احنا، والثالث على مستوى، احنا محظوظين ان نسكن عندكم، احنا محظوظين حضرتك اللي شفناه. الله يرضى عليك يا محمد. الفندق فيه ممرات وفي الحديقة، صراحة شيء خيال جدا، بدر الملك فاروق يجي يسكن هنا. وأسعارهم ممتازة جدا، أنا بحثت كثيرا قبل واخترت الفندق هذا للمقومات وشغلات يعني سمعتها من أكثر من موقع أجنبي يعني هذا.
حياكم الله على العشاء الليلة إن شاء الله، مكان إقامة الملك فاروق.